تحيات لهذا الرجل الذي قدم الكثير من هذه المؤسسة. مبارك علان من الظهيرين على هذه المؤسسة، مؤسسة نادي الرحال لكرة القدم. بذل الكثير وما زال في شعبته الكثير. إذا التصفيقات على هذا الرجل. سيتقدم الأستاذ الحاج الرحال وكذلك الأستاذ متوكي عبد اللطيف ليقدمون. إذا الحاج الرحال وعبد اللطيف متوكي. إذن سيتفضلون بتقديم جائزة لبارك فنان. إذن الشكر موصول لمؤسسة نادي الرحال وكذلك الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين. شكرا لكم. إذا بالتوفيق بارك بن علان. إذا كأس وكذلك الشهادة. إذا سيتقدم لي منصة التتويج ممثلي جمعية حكام عصبة الدار البيضاء والذين تحملوا مشقة هذه الرياضية. يتقدم إلى منصة التتويج الحكم رضوان العظم وكذلك حسين عابدين إسماعيل الساحلي ومنظوري بدر. إذا حكام منظوري بدر حكام حقيقة تحملوا معنا كل المباريات وأداروا كل أطوار المباراة بجدية وبكل صراحة. إذا سننادي عن الحكم الدولي السابق والذي شرفنا بالحضور الحكم الدولي قديشي. كذلك الحكم الدولي منير مبروك وكذلك محمد الموجه وفريد المير. فريد مير حكم السابق وكذلك سيمو الجان وكذلك الحكم الدولي منير مبروك. الحكم السابق يتفضلون الى منصه السويس. شكرا لكم جميعا. اذا تنويها للمجهود اللي قام به الحكام. تؤرخ لهذا التتويج ولهذا الهدف الرياضي. إذا تتويج آخر وبنكهة أخرى سننادي على لاعب قدم الكثير وما زال يقدم داخل رقعة الملعب وداخل كذلك على صفحات الجرائد اليومية. إنه الأستاذ حميد الجنيدي كجائزة لاعب أكبر سنا. إذا كان من المشاركين في دوري محمد وبيد سيتفضل اللاعب الدولي السابق سعيد غندي ليقدم هذه الجائزة. هشام 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 هشام. إذا سيتفضل عطيف عطيف عطيف
إذا نراجع الإعلامي والزميل يونس الخارجي يتفضل بتقديم هذه الجائزة للزميل حميد شليدي اللاعب الذي ما زال يونس خرشي يصافح زميله في مهنة المتائم الزميل حميد شليدي. كذلك كأس التتويج لأكبر لاعب سنا مشارك في هذه الدورة. سننادي جائزة أخرى من نادي الحال لكرة القدم. إذا ننادي على اللاعب أو الزميل إذا ننادي عن جائزة أحسن لاعب سعيد يفيد الزميل سعيد يفيد تقدم من التتويج من فريق تيلي ماروك. عن سعيد يفيد أحسن لاعب سيتقدم الزميل واللاعب محمد الباز لتقديم هذه الجائزة. سي محمد الباز الحارس هيا 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 الناس محمد الباز الحارس المتميز يقدم درع المشاركة لأحسن لاعب سعيد يفيد من تيلي ماروك. سننادي على الزميل واللاعب المشارك في هذه الدورة أمين صادق لو سي تي في كجائزة أحسن هداف أو هداف الدوري. إذا أمين صادق إذا ننادي على اللاعب السابق رشيد بركة ليقدم جائزة التتويج لأمين صادق عن ستيفي. إذا أمين صادق هو هداف دوري كأس محمد بوعبيد في دورته الخامسة. إذا شكرا. ننادي عن جائزة أحسن مدرب المشارك نصيري عبد العزيز من لومتا. إذا نصيري عبد العزيز أحسن مدرب تحياتي نصيري. إذا ننادي على الأستاذ محمد منين يتفضل بتقديم هذه الجائزة. إذا سي محمد منين الجمعية صدقة ورياضة. إذا جائزة أحسن مدرب سيقدمها الأستاذ محمد منين الجمعية صدقة ورياضة للزميل سيدي أميليو أحسن مدرب لفريق المنتخب. شكرا. إذا ننتقل إلى جائزة مصور الدورة. إذا قبل أن ننظر إلى مصور الدورة ننادي عن عبد الهادي نور الزميل عبد الهادي نور ليتسلم جائزة أحسن حارس في الدورة. إذا عبد الهادي نور حارس مرمى لوماتا الذي تألق في هذه الدورة سيقدم له اللاعب الدولي السابق سعيد غاندي. سعيد غاندي إذا اللاعب الدولي السابق سعيد غاندي يقدم درع المشاركة والتتويج للزميل عبد الهادي نور
الآن جريدة كمدة أحسن حارس لهذه الدورة. إذا نمر إلى جائزة أخرى من نوع آخر، جائزة مصور الدورة. مصور الدورة، هذه الدورة كانت من نصيب الزميل كابو عبد اللطيف. إذا سيدتي الأستاذ عبد السلام خيار، عبد السلام خيار يتفضل إلى منصة التتويج. زميله في المهنة المصور الفوتوغرافي عبد السلام خيار سيقدم هذه الجائزة. إذا شكرا لكابو عبد اللطيف على مشاركته كمصور هذه الدورة. إذا ننتقل إلى الفريق المثالي والذي شارك في هذه النسخة لدور محمد بوعبيد هذه السنة. الفريق المثالي كانت من نصيب موقع ترواسو سواسونت. سننادي مرة أخرى على اللاعب الدولي السابق سعيد غندي يتفضل إلى منصة التتويج ليقدم جائزة الفريق المثالي ترواسو سواسونت، وسيتسلمها الزميل محمد بلعودي عميد الفريق. الزميل محمد بلعودي. إذا سعيد غندي إذن بنية صغيرة لزميل محمد بلعودي. إذن صورة تذكارية تؤرخ لهذا الحدث. سننادي علي على فريق الروح الرياضية. جائزة فريق الروح الرياضية كانت هذه السنة من نصيب هيسبورت. إذن فريق هيسبورت توج بفريق الروح الرياضية. إذا سننادي على ننادي الزميل مصطفى ملوكي. إذا الصديق العزيز الغالي سي مصطفى ملوكي. هنا مصطفى، هنا مصطفى، هذا الرجل الذي قدم الكثير ما زال يقدم. إذا ممثل عن هيسبورت، هيسبورت، هيسبورت. إذا زميل ربيع عن هيسبورت نيابة عن فريق هيسبورت. إذا سملوكي يتفضل بتقديم كأس أحسن فريق في الروح الرياضية. شكرا لسملوكي. إذا ننتقل إلى جائزة أخرى. فريق اللاعب النظيف كانت من نصيب جريدة بيان اليوم. إذا الزميل صلاح الدين برباش، وسيتقدم إلى منصة التتويج الزميل حسن البصري. سي حسن، إذا الزميل السي العالمي، السي العالمي حسيبي العالمي ابن الرابطة وشيخ الرابطة ما زال يعجب. إذا حسيبي العالمي يتقدم إلى منصة التتويج ليقدم درع التتويج والمشاركة لفريق اللعب النظيف بيان اليوم وصلاح الدين برباش. إذا شكرا، شكرا سي عالمي كذلك الزميل. إذا ما زال حفلنا متواصلا. إذا سننادي على طبيب الدورة عبد الرحمن تنجير، طبيب الدورة الذي كذلك لم يبخل علينا بحضوره بإسعافاته الأولية وقبول تدخلاته. شكرا، شكرا.
الاستاذ عبد الرحمن. اذا سننادي على الزميل خليل بن رحوم. خليل بن رحوم القناه الثانيه. الزميل خليل بن رحوم. اذا سي خليل سيقدم السي عبد الرحمن دنقير طبيب الدوره ومسعف الدوره لكل جهودها التي قدمها لاسعاف كل الفرق المشاركه. اذا سنمر الى الشق الثاني والاخير من هذا الحفل الترويجي. اذا سننادي الفريق تيلي ماروك الذي احتل المرتبه الثامنه. اذا فريق تيلي ماروك وسيتفضل الزميل عبد العزيز النصيري الى منصه التتويج. عبد العزيز النصيري. اذا تيلي ماروك اذا نيابه عن فريق تيلي ماروك الزميل سفيان اطنشار. اذا المرتبه الثامنه كانت من نصيب فريق تيلي ماروك. اذا سي عبد العزيز النصيري. عبد العزيز النصيري. عبد العزيز النصيري سيتفضل بتقديم جائزة المرتبة الثامنة والتي كانت من نصيب مؤسسة تيلي ماروك وسيتسلمها نيابة الزميل سفيان أبو مشار. إذا شكرا 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 لكم. إذا ننتقل إلى المرتبة السابعة. المرتبة السابعة لهذه الدورة من هذه السنة كانت من نصيب فريق الصحراء المغربية. إذا فريق الصحراء المغربية يتفضل ممثل عن الصحراء المغربية. إذا ننادي كذلك على الأستاذ أزدين بورقادي. سي بورقادي سي أزدين سي أزدين. إذا ننادي على الأستاذ أزدين بورقادي يتفضل معنا إلى منصة التتويج. يتفضل بتسليم جائزة المرتبة السابعة والتي كانت في النصيب فريق الصحراء المغربية. إذا صورة تذكارية تؤرخ الحدث. إذا ننتقل إلى المرتبة السادسة. المرتبة السادسة لهذه السنة كانت من نصيب راديو مارس. إذا ممثل راديو مارس. إذا الزميل سي هشام اللاعب أنيق. إذا راديو مارس والنادي ننادي الزميل أحمد طلال. سي أحمد. إذا سي أحمد طلال. سي أحمد طلال يتقدم إلى منصة التتويج. إذا يقدم الجائزة جائزة المرتبة السادسة والتي كانت من نصيب راديو مارس وليتسلمها الزميل هشام. إذا جائزة المرتبة الخامسة. المرتبة الخامسة لهذه السنة كانت من نصيب فريق رسالة الأمة. إذا ممثل رسالة الأمة والنادي على الزميل محمد بلعودي. إذا محمد بلعودي سيتسلمها. إذا رسالة الأمة. إذا يونس خرجي نيابة عن فريق رسالة الأمة. سيونس خرجي. إذا سي هشام. إذا سي هشام الروك. إذا سيتفضل إلى المنصة ويقدم جائزة المرتبة الخامسة وسيتسلمها الزميل محمد بلعودي نيابة عن فريق رسالة الأمة. المرتبة الرابعة. إذا ننادي الممثل فريق الأخبار. فريق الأخبار والذي احتل المرتبة الرابعة سيتقدم الزميل سفيان النجار صحفي مؤسسة الأخبار.
إذا ننادي على سي عبد الرحيم التومي. سي عبد الرحيم التومي المؤسسة المادة لن يقدم الجائزة للزميل سفيان الأنقرشة. شكرا شكرا لسفيان الجار والزميل عبد الرحيم التومي. الجائزة جائزة فريق المرتبة الثالثة. يلا سير سير. هو القناة عفوا ننادي على فريق نمتها ستوري نيابة. إذا ننادي الأستاذ والإطار الوطني حسان هويلا. إذا سي حسان الإطار الوطني الذي أعطى الكثير لرياضة الكرة المصغرة. حقيقة سي حسان من خبراء هذه اللعبة والتي يجب أن نفتخر به كمغاربة. إذا شكرا لسي حسان وشكرا كذلك لسي تومي عن نيابة لوماتا. إذا ننادي الفريق قناة الرياضية وصيف هذه الدورة. إذا يتفضل كل لاعبي فريق القناة الرياضية والذين حقيقة قدموا عرضا جيدا. إذا فريق قناة الرياضية وصيف هذه الدورة. تحية لكل المشاركين في السماء. إذا قناة الرياضية حقيقة لم يحالفوا الحظ لأنهم كانوا متميزين على رقعة الملعب. كان لاعبا أنيقا وبمجهودات بدنية ولكن هذه هي اللعبة. إذا سننادي على الأستاذ عبد الحق الناجي رئيس نجحي رئيس مقاطعة أنفا. سيدي بليون عفوا. سيدي عبد الحق الناجي رئيس مقاطعة سيدي بليون سيتقدم إلى قصة التتويج. كذلك محمد شباك ولدي رئيس مقاطعة أنفا. سي محمد شباك شكرا لكم على حضوركم. شكرا على دعمكم ومساندتكم. إذا الأستاذ إذا شكرا للسادة الرؤساء الأستاذ محمد شباك وكذلك سي عبد الحق الناجحي رئيس مقاطعة سيدي بليوط وكذلك محمد شباك رئيس مقاطعة أنفا. إذا شكرا لكم على دعمكم. إذا صورة تؤرخ للحدث صورة تذكارية. شكرا لفريق القناة الرياضية على مشاركتكم. شكرا لكم فريق أهل الكثير ومازال يعطي الكثير. إذا صورة تذكارية. إذا شكرا لقناة الرياضية وشكرا للرئيس الأستاذ محمد شباك وكذلك الأستاذ إذا 3-2-1-0 سننادي عن الفريق المتوج لهذه الدورة. فريق بذل الكثير من الجهد. فريق إذا سننادي بأعلى صوت على الفريق المتوج والفائز بلقب هذه الدورة فريق لوسات تيفي.
لاعبين ومسؤولين مؤسسة لوسيل تي في الذين شاركونا في هذه الدورة وفي هذا العرس الرياضي الجائع. إذن فريق لوسيل تي في المتوج الفائز بهذه الدورة، إذن سننادي العميد الفريق. إذن زملاء أعطونا العميد، عميد فريق، وسننادي على البطلة الأولمبية لنا نوال متوكل، كذلك حميد سوري، وكذلك الحاج الحاج. إذن لحظة شرف، لحظة تتويج، وسيتسلمها عميد.